في قرية بابوان عادة ما يجمع شخص واحد بين جميع المناصب، رئيس مجلس القرية، وهو أيضا قس في الكنيسة المحلية، وهو أيضا زعيم. ونحن أبدينا الاهتمام لمعرفة كيف من الممكن أن تصبح زعيما هنا. قال لي أن عنده زوجتين، أما الزعيم 5 زوجات. من عنده زوجات أكثر هو الذي يصبح زعيماً. قلت له إذا وجدت نفسك مع 4 زوجات أخريات سيكون لديك 6 زوجات أكثر من الزعيم، هل ستصبح زعيماً؟ جاوبني بنعم سأصبح زعيماً، ولكن لا أعرف مدى صحة هذا. إذا حصلت على وظيفة حكومية فإن النساء تحبك كثيراً. على سبيل المثال، كان عند هذا الرجل ذو القبعة 3 زوجات، لكن واحدة هربت وبقيت 2. هربت؟ نعم. ما السبب؟ لا أعلم. رئيس المقاطعة لديه 3 زوجات وكلهن هنا.